من كتب أبو يعقوب الرفاعية، السيد يوسف، السيد هاشم، السيد أحمد الرفاعي. لا ما عندي إذن، ما عندي إذن، أرجوك يا رفاعي ويا دريسي ويا مشيشي ويا دسوق حجازي. نظرات في كتاب الله، نص أحاديث الثلاثاء للإمام الشهيد حسن البنا، سجلها وعدها للنظر أحمد عيسى عاشور، مكتبة الاعتصام. أبو يعقوب شافس شفسة وأنا شفتها، وخليني على قولة السورينا بحلق بيها. هذه هي شفستو وهاي مكتبتو. يقول نتيجة عملية الروح والنفس، وعند ذلك يا أخي تريد أن تتناول ناحية عرض لها القرآن الكريم بصفة خاصة، وهي ناحية الروح الإنساني. هذه الروح يا أخي هي في الواقع لبة الإنسانية، وفي ذلك تفتح موقع القلب عن تفتح موقع القلب عن بحثنا هذا، وهي النتيجة العملية لبدء الحديث. أنت تعلم يا أخي أن لك تكوينا روحيا، وأن الله تعالى قد نفخ فيك من روحه. حقيقة هذه الروح لأمانيك، لأن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه أن يجيب السائلين من أثر الروح بأنها مع أمر الله. ولا شك أن الروح عنصر عظيم جليل مشرق مستنير، لأنه من أمر الله، ولا شك أنه عالم فوق المادة، فوق هذه النواميس الأرضية، عالم كله نور، كل عالم كله نور، كله إشراق، كله صفاء. ولكن عندما يذكر القرآن الكريم النفس الإنسانية، تارة يذكر صفاتها فيقول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، ويقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس المجردة يا أخي هي نفس مخيرة لعمل الخير ولعمل الشر، تقدر على الخير وتقدر على الشر، وقد وضع الله تعالى بين يديها الوسائل التي تستخدمها ونستعين بها إلى الخير. مولانا شو تقول اتجهت كلام سيدي حسن البنا؟ كان يقول الوالد حسن البنا طريقة حصافية شاذلية صوفية، ولا سيد سابق؟ أخواله هم الحصافي. نعم؟ أخواله مين؟ حصافيون؟ حسن البنا. الله، شو تقول أنت عن الروح مولانا؟ الروح جوهر. الله، والجوهر فوق المد. سبحان الله. وانقطع الحديث، جاله تليفون من أهل الغرام.